والحديث عن الحرائق التي تستهدف المحاصيل الزراعية في العراق وتزامنها مع موسم الحصاد، ينضم إلينا عبر الهاتف أمين سر مجلس شيوخ عشائر الثورة العراقية يحيى السنبل. أهلا بك معنا شيخ يحيى. أهلا وسهلا بك وبمشاهدي قناة الرافدين. أهلا بك شيخ يحيى. يعني الدفاع المدني في العراق يتحدث عن إخماد طواقمه حريقا اندلع في قضاء توسكرماتو، هل يمكن اعتبار هذا الحريق حدثا عابرا لربما أم أنه استمرار لمسلسل الحرائق السابقة؟ حقيقة إن هذه الحرائق أغلبها مفتعلة، وهي ضمن شبكة الفساد الكبيرة التي تمارسها سلطة هذه الأحزاب من أجل إفراغ العراق من محتواه سواء الزراعي أو الصناعي. لذلك هذه الحرائق هي من تنهي هذا المنتوج الزراعي لتقوم تلك الأحزاب الفاسدة أو من يتعاون معها باستيراد هذا المنتوج بسعر مخفض من دول أخرى وتسليمه إلى الدولة بأسعار أعلى، وحتما هم يستوردون النوعية الرديئة. لذلك لا يمكن للزراعة في العراق في ظل هذه الأحزاب ومنذ 18 عاما أن تأخذ أي دور في الاكتفاء الذاتي، بالرغم من أن الأراضي الزراعية في العراق يمكن أن تحقق الاكتفاء الذاتي، بل حققت في كثير من السنوات الماضية قبل الاحتلال، ولكن هذه الأحزاب تمنع تحقيق الاكتفاء الذاتي من خلال المنتوج المحلي، وتصر على ممارسة فسادها باستيراد المواد الزراعية الرديئة من إيران بالتحديد ومن بعض الدول التي تدخل ضمن أجنداتها. نعم، يعني بقاء الأمور على هذه الحال سيما في مناطق وسط وجنوب العراق والتي تدعي الأحزاب الحاكمة تمثيلها، إلى أي مدى يؤكد لربما أن هذه الأحزاب لا تمثل العراقيين طالما أنها يعني لا تسعى إلى وقف هذا المسلسل للحرائق على الأقل؟ أخي الكريم، هذه أو كما يقال ما زالت هذه الأحزاب هي من تمارس الدور السياسي وتهيمن على القرار وتأتمر بأوامر الخارج، فإن هذه العمليات ومسلسل الحرائق سيستمر، وتدمير الزراعة وتدمير الصناعة، فقد دمرت البنية التحتية للعراق بشكل ممنهج منذ 18 عاما. هذه الأحزاب ما دامت هي في السلطة فالعراق لا يمكن أن يرى النور ولا يصل إلى بر الأمان ولا يمكن أن يكون موطئا للسلام ما دامت هذه الأحزاب هي من تسيطر على القرار السياسي وتأتمر بالأجندة الأجنبية لتنفيذ مخططاتها على حساب قوة الشعب العراقي وعلى حساب دماء أبنائه وعلى حساب ثرواته. نعم نعم، الحكومة تحدثت أكثر من مرة عن تحقيقات أجرتها للكشف عمن يقف وراء حرائق المحاصيل الزراعية في العراق، ولكن يعني في كل مرة يتم التعتيم على نتائج التحقيقات ومن يقف وراءها، لماذا هذا التعتيم ولماذا يعني أصلا هناك دعوات أو يعني هناك تصريحات من قبل الحكومة أنها تقوم بالتحقيقات؟ أخي الكريم، في العراق يوجد نظام لا دولة، لا توجد دولة أو حكومة يمكن أن تقول، بالعكس عندما تقول هذه الحكومة بأن سوف نحيل هذه القضية إلى لجنة فهي عملية تسويق ومماطلة وإنهاء للقضية. هذا هو المعروف عن الحكومات المتعاقبة في ظل الاحتلال، هي حكومات فاسدة وهي تعلم من يقوم بهذه الحرائق وهي مشاركة بكل أجندة الفساد التي تمارس بحق الثروة العراقية ومواردها سواء كانت الزراعية أو الحيوانية أو الصناعية. لذلك هذه لجان التحقيق لا يمكن أن تصل، لأن مشروع الفساد الكبير التي يتغلغل في كل أروقة ومفاصل الدولة العراقية والحكومة العراقية لا يمكن أن يخرج بأي نتيجة
لأن الجميع الذي يسيطر على قرار الحكومة هو مشارك في مشروع الفساد وفي السرقة وفي التخريب وفي التدمير الممنهج للبنى التحتية العراقية. نعم شيخ يحيى، ما الذي يمكن للمزارعين المتضررين فعله يعني لكي لربما يحصلوا التعويضات التي هي من حقهم فعلا من هذه الحرائق، تعويضات حكومية أقصد؟ لا توجد أخي الكريم أي تعويضات بالنسبة لهذه الحكومة سوى كلام ووعود كاذبة تستغل في فترة من فترات الانتخابات، كل 4 سنوات يخرجون بألسنتهم الطويلة وبالكذب وبالوعود الفارغة، لذلك الفلاح يتحمل هذا العبء على عاتقه من جراء حرق محاصيله، وهو طوال 18 عاما لم يحصل على أي تعويض حتى يحصل في هذه السنة أو السنوات اللاحقة، لأن ما دامت هذه الأحزاب مستمرة فإن الإنتاج الزراعي والصناعي سيكون معرض للحرائق وللتخريب وللتدمير استجابة لمتطلبات وأجندات إيران التي تسيطر بشكل كامل على أذرعها السياسية والميليشياوية في العراق. نعم، إذن كنت ضيفنا عبر الهاتف أمين سر مجلس شيوخ عشائر الثورة العراقية الشيخ يحيى سنبل، شكرا جزيلا لك.